نحن على مشارف رمضان، نعم، ولم يتبقى له إلا أيام معدودات، وندخل في شهر الرحمة الذي فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشياطين. ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. من أجمل ما يقبل عليه الإنسان في رمضان كلام الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول في سورة البقرة: شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.